السلام عليكم ومرحبا بكم. يمكنكم متابعة مباراة فريق النصر ضد فريق الوحدة يوم الخميس 9 من فبراير على الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة SEC سبورتس السعودية والتي تبث عبر قمر بدرسات. طبعا جميع الترددات والمعلومات الخاصة بهذه القنوات سوف تجدونها في الوصف الخاص بهذا الفيديو. القناة منقولة على قنوات HD المشفرة وكذلك على قنوات SD المفتوح. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. تحياتي لكم والسلام عليكم.